نحن بكره شو المانع يجي، وخاصه رئيس عون رئيس تحدي اذا بدك، يعني هذا الشخصيه اللي تحدث بموضوع رياض سلامه، تحدث بموضوع التدقيق الجنائي، واقفه بوجه كل المنظومه بموضوع التدقيق الجنائي، اللي متحدي امريكا واسرائيل بموضوع ترسيم الحدود، اللي تعرضت لما تعرضت له من حصار ومن ضغوطات ومن انقلابات داخليه عليها وكل الضغوطات هاي، بس فقط لانه مصر على ناخذ ثروتنا بالكامل ومصر على ترسيم الحدود من اخر حبه تراب بتطلعنا واخر سنتيمتر بيطلع الارض اللبنانيه، معند وماشي ومش قبلان، مع انه كان قادر، في ما غيره بينقلب على حلفائه بلحظه معينه يعني من كثر الضغط بينقلب على حلفائه الواحد يعني، وفي عندك حليف انقلب اكثر من مره على حلفائه، في بتصير يعني بلبنان صار كذا حدا كذا حدا عملها، بس الرئيس هون ما انقلب. طيب هذا الشخص بهالظرف اللي كتير فيه تحدي، اللي كتير خطير، اللي كتير صعب، قديش ممكن يتعرض لاشياء بعدين؟ قديش ممكن تصير حمله عليه بعدين اذا سكر الباب ومش؟ شو اللي ممكن يصير بعدين؟ يعني انا زياده طيب بالقانون هل بتعتبري يعني هيدا المقترح اسمه الفريز تبعه تمديد؟ أنا لقلك إذا بدنا نعمل شيء دستوري أنا برأيي ممكن يتمدد سنة للرئيس، منخلص كل هاي الملفات العالقة، مجلس النواب موجود وبتقديري لننقذ الجمهورية بهم بيصوتوا، اللي بده يصوت على انتخاب رئيس جديد، اللي بيصوت على أصلا شو المانع ننتخب رئيس؟ ما بننتخبوا رئيس ما عاش في شخصيات يعني وطنية بكل لبنان، ما عاش في حدا أبدا بكل لبنان، انتخبوا واللي بده يجي بالأكثرية يجي، إن شاء الله يكون في ثلاث أربع مرشحين، ما بتصير كذا مرشح يعني. في مخاوف انه اذا هيدا السيناريو مشي انه يصير في انفلات امني. اي سيناريو؟ بقاء الرئيس او التمديد، وطبعا هذا الشيء صار وقت الرئيس امين لحود وكانت وقتها التهديدات والاصوات عاليه. لا بس هي مش عشان الرئيس لحود وقتها، لانه كان الرئيس الحريري الحاله انه لا نحن ما بنقبل بعد اكثر وبكفي خرقنا القانون وبكفي، لانه كان في اغتيال رئيس الحريري، لما اغتيال رئيس الحريري ما صار اللي صار مع الرئيس لحود. صار في اصلا كان في تخاذل وفي ضعف. من الانفلات الامني ما بتتخوف؟ انا محله ما زال فتحت هيداك الموضوع، انا محله ما بسلم الضباط الاربعه كانت، انه سلمناهم لينقال انه مش نحن قتلنا للرئيس الحرير، يا سيدي مش انا قتلته بديش سلمك الضباط. انت اذا زلمي هيك 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 اللي الناس تحكي، حزب الله خاف تجبجب والرئيس لحود تجبجب والكل تجبجب، يا ما بنسلمكم ومش نحن قتلنا، واذا عندكم دليل علينا بينوه. يعني مفترض هيك يعني الحجمه دوليه استثنائيه يعني يا ستي شو ما كان عمر كرامي يعني تحت الضغط يا ستي البريء براءته اكبر سلاح بايده، خليه يثبت هيداك انه انا مش بريء، اذا انا بريء مش انا قتلت وبدي سلمك الضباط، ما بسلمك، ما هن لما سلمنا الضباط استضعفونا، الامريكي بيطلب منك شغله، اذا قدمتي له اياها بضل يطلب منك لاخر شيء ركعك على اجريك قدامه. احسن شيء قولي له لا من اول لحظه. فنحن بلش الضعف بوقتها يبين بهاي، تخربطت الامور كلها وصار اللي صار. هلا كانش في خطر على الجمهوريه، بس هلا في خطر على الجمهوريه، انا خايف من التقسيم. كل الظواهر بتدلك على التقسيم، في حدا كان عم بيقول لك لكم لبنان وكم ولنا لبنان، وانا هي شو هذا تقسيم ولا مش يعني فكر تقسيمي ولا مش تقسيمي؟ في حدا تاني لاول مره بيسقط كل الزعامات التاريخيه بمنطقته بطايفته، خلى القرار له لحاله، القرار الرسمي يعني الدستوري بايده لحاله، لانه يمكن كما قال لك اذا صار تقسيم نحن بناخذ منطقتنا، وفي اثنين تانيين هوليك ارهمانيه اثنيناتهم، اذا امريكا قالت لهم غضوا النظر بغضوا النظر، واذا قالت لهم خلوا الفوضى تمشي بخلوا الفوضى تمشي، هول الاثنين الكبار يعني الدستوريين الكبار بالبلد. في خطر من التقسيم بعد. طيب ما انت لما بتطلعي شو اللي عم بيصير بالبلد، صرنا حكينا 100 مره انه هلا الله يرحمه رئيس رفيق الحريري قسم الاجهزه الامنيه، صار كل طائفه عندها جهازها الامن الخاص، ضرب التعليم الرسمي صار كل طائفه عندها مدرستها الخاصه، يعني انقسمت الناس ثقافيا انقسمت، يعني ابن مدرسه المهدي شو بده يجمعه مع ابن الفرير او ابن سان جوزيف او ابن الاي سي او ما كان الانقسام لهذه الدرجه. لا كان عم يتمهد، كنا بافضل من هلا بكثير. لا هذا كان تمهيد للي صار. هلا كيف ليش مقسوم الناس هلا؟ ليش هلا الشيعي والسني بيشتروا بيوت بالغربيه؟ نعم. والمسيحي بيرعى دبي وعلى كسروان وعلى من الاشرفيه وبالرايه.
طيب ما كان بالأشرفية كان كتار شيء عمل لكن بالأشرفية وكتار سنية من لكن بالأشرفية باعوا شوي شوي وعم بيض لين قسمت المناطق طائفية بالجغرافيا يعني المقسومة طائفية صار بعد الحرب مش قبل الحرب نعم كلها من وراء هيدا التقسيم من التقسيمات اللي على الأرض اللي عملها الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري هيدا اللي نعمل فأنت هلأ بتلاقي البيئة صارت مستوية كأنه وهن لقوا اللحظة مناسبة هلأ لينقضوا على الدولة ويقسموها إذا صار في فراغ دستوري وهون حكومة مستقيمة أنا بدي بس تشرح لنا غير الشكل كيف ممكن بقاء الرئيس يساهم بضبط الأمن لأنه يقال ممكن نوصل لانقلاب عسكري ممكن نوصل لحالة أمنية معينة من الرافضين طبعا تعرف كتار أنه رافضين يعني هذا العهد وبالتالي قلنا مواقف بنحتاج بنطلع بننزل على الشارع whatever كيف ممكن يقولوا لك انه خلقت ارضيه للمشكل ما هي نفس المشكل بده يوقع بده يوقع بس في عندك جمهوريه بدك تنقصيها اوقات انت بيصاب الواحد بغرغرينا مضطر يقطع اجره اوقات بيصاب بمطرح ثاني اوقات بيبقى عم يختنق الولد بتحطي سيخ الشك هون بتفختي له صدره ليتنفس تجرع الصم في 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 جراحات اوقات بتبقى كثير قاسيه بده يعملها لينقذ البلد هلا في مرق نحن بتاريخنا رؤساء وشخصيات تعرضوا على المستوى الشخصي لانتقادات كثيره بس عملوا واجباتهم الدستوريه تجاه الدوله وتجاه الجمهوريه هلا بعدين الاجيال بتجي بتحفظ لهم مثل وقت الالمان فاتوا على باريس فتحوا لهم ابواب باريس هلا قيموهم على اساس انه عملاء بعدين طلعت القصه لا حاكموهم عملوا محاكمه بعد وين بعد عشرات السنين قال لا كانوا وطنيين هن حتى ما تتدمر باريس استسلموا دغري وما خلوا الالمان يفوتوا بقلب الحديد والنار على باريس حتى ما تتدمر يعني في امور بتصير بيحكم على الشخص احكام قاسيه بالاول بس بعدين بتعرف الناس انه لا كان عم ياخذ موقف وطني نعم بال خلينا ما بعرف اذا بعد في اي نقطه بهذا الاطار بموضوع الرئاسه لننتقل انا مع انتخاب لتحديد رئيس مع انتخاب رئيس شوي بشكل الرئيس المقبل شو يعني هويه الرئيس لانه هلا صار في ترند انه لازم يكون في هويه الرئيس موقف الرئيس اجنده الرئيس واضحه قبل ما نروح نصوت بتشوفي انه طبعا اكثر من حزب رئيس حزب سياسي حكيوا بهذا الامر بتشوفي رايحين على مشكل بهذا الاطار اذا بده يصير في انتخابات رئيس ليش بده يصير مشكل بتترشح ليه بده يترشح مجلس النواب ينتخب وبحسب الاصول الدستوريه اللي بياخذ اكثر شيء بيربع لا في شروط نحن عندنا مره صارت على صوت واحد نجح رئيس جمهوري ايام الياس سركيس وسليمان فرنجي نعم. على صوت يعني كان عندنا تجربه ديمقراطيه كثير راقيه بس كان عندك رجالات دوله شخصيات كان عندك ناس عندها شعور بالمسؤوليه تجاه الدوله وتجاه الشعب هلا ما عندك هاي العالم مش موجوده بس انه يصير انتخابات يصير قد ايه مرشح اثنين ثلاثه يعني ما. هلا في اسامي عم تنطرح في تداول لبعض الاسامي بشكل جدي يعني سنتحدث بالاسماء يعني شوي بعد قليل اذا ما كان عندك مانع في عنا ايضا ملف ترسيم الحدود برايك رح يتم قبل ولايه الرئيس عون ولا بعد اذا خاش. عندك يعني جو معين مش بالضروره تكون كل المؤشرات عم بتقول فيه بتقري الصحف القريبه لمواقع القرار بيطلع لك انه فيه انا اللي خايفه منه نعم انه تكون الامريكان والاسرائيليه عم يضللونا بالموقف عم بيخلونا نشعر انه عن جد في توقيع ورح نخلصها على ستر وسلام القصه ويعطونا اللي بدنا اياه بس عم بيمهدوا لمرحله يعني ناطرين انتهاء ولايه رئيس الجمهوريه ليعملوا الفوضى الداخليه بلبنان الفوضى الداخليه مجرد ما واحد من هول التقسيميين يعلن دويلته ويعلن الباقي ما قبيله دبت الفوضى لانه مش رح تحلى لحدا لانه كل واحد في ناس بقلب داره بدها تحاربه مش حتسمح له يعني اللي بيقول لك الي لبنان والك لبنانك مش كل المسيحيين وراء اللي بيقول لك الجبل الي ومش عارف مين الي ومعاش هوليك سقطوا بالنيابه يعني انا الزعيم الاوحد رح يفزوا له هوليك كمان من ثاني جهه ونفس الشيء رح بقيه الطوائف كلها فقصه بدها تصير خبيصه بالبلد وفوضى بتكون ارتاحت اسرائيل من الحرب وعم تحارب مع بعضنا انا خايفه خايف يكون عملية تضليل الأمريكان ما في ثقة فيهم الأمريكان لاعبين لها اللعبات كل عمرهم عبر التاريخ بيلعبوا هيك يعني إنه إيه 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 وبتفكري إنه خلص تمت القصة والمسودة وين المسودة طيب نعم. كل ساعة بقول لك المسودة ما إجت كيف الخط يعني الشيء الرسمي الخطي بعد
الاتفاق نعم ايه انا اتمنى يعني اذا هني جديين انه بدهم يروقوا الامور هون لانه في حرب هونيك، يمكن لانه في حرب هونيك بدهم تنفيسي لدمه لهون كمان بتعرفي.